مره غيدار في المغرب، وهو تكوين مع الغرف العربيه والغرف الافريقيه مع غرفه الدار البيضاء سطات، وهي مواكبه رواد وروادات الاعمال خاصه الشباب اللي حاملين الشواهد، واللي فيه اكثر دربوا واحد خمسه ايام وخداو الشواهد، واللي فيه جديد في هذه الرواد العاملات او العمال الشباب، وهو ضمان بنكي اسلامي افريقي، وهذا هو المضمون من حامل المشاريع اللي غادي يكون في المستقبل ان شاء الله، اللي غادي يكون اللي عنده شي مشروع كاين لجينه صغيره اللي غادي تواكب هاد اصحاب المشاريع واصحاب الافكار اللي عندهم شواهد، اللي عنده الماستر، اللي عنده الدبلوم، وحنا كنواكبوهم وغادي ننطلق من الدار البيضاء الى افريقيا والى الدول العربيه، وخاصه غتعم على الغرف 12 غرفه في المغرب، وهذا شرف ليا باش نكون اليوم حاضر معهم وتكونوا الشباب من جميع اقطاب المغرب وخاصه من طنجه للقويره، والحمد لله ازيد من 26 تكوين اللي خداو الشواهد اليوم، وهذا شرف المؤسسة ديال الدار البيضاء اللي هي مؤسسة عريقة اللي عندها التكوين وعندها المواكبة، وهذا التكوين غادي يدعم الشباب أكثر في المستقبل، اللي هو كاين ضمان من بنك الأفريقي اللي جابوه الإخوان الرؤساء ديال الدول العربية وخاصة الأفريقية، منهم السيد الدكتور حنفي والدكتور هشام اللي هما من مصر، جابوا لنا هذا الدعم هذا وهذا يعني كوسيو بونكير اللي غادي تكون تضمن هذه المشاريع الجديده اللي غادي يتحملوها الشباب في المستقبل. اليوم هو طبعا يوم مبارك ويوم تاريخي، وهو كيفيه الدمج بين الاكاديميه والقطاع الخاص، بين جامعه الحسن الثاني، كليه الاقتصاد وغرفه الدار البيضاء، وهو في عمليه كيفيه دعم وانشاء رواد الاعمال او المقاولين، المؤسسات المتناهيه الصغر والصغرى والمتوسطه، وهو كانت دوره للمواكبه، كيفيه دعم المواكبين باليه المركز العربي الدولي لرياده الاعمال من الناحيه العمليه، لانه المواكبين بالذات من جامعه الحسن الثاني هم من الناحيه الاكاديميه، نحن اعطيناهم الاليات المواكبه من الناحيه العمليه. لماذا الدار البيضاء؟ لأن الدار البيضاء هي أول وأقدم غرفة في المنطقة العربية وأفريقيا، والدار البيضاء هي تعتبر من الدواعم الأساسية للاقتصاد المغربي. تجربة حتبدأ من المملكة المغربية إلى الوصول إلى المنطقة العالمية إن شاء الله. اليوم إحنا بصدد اختتام برنامج أنا بعتبره برنامج عظيم جدا في ريادة الأعمال وفي الاحتضان، وهو التعامل مع المبادرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار والمشروعات، وتحويلها من مجرد أفكار ومشروعات خيالية إلى واقع عملي يمكن تطبيقه. إحنا في اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي حضرنا خصيصا لتتويج هذا العمل وللحضور مع فريق كبير وكوكبة كبيرة من رجال الأعمال ورؤساء الغرف في المنطقة العربية. شرفنا النهاردة بالتواجد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء في تبنيها الحقيقة لاحتضان رواد الأعمال الستارت أبس الجديد، حاجة مفخرة الحقيقة للتعاون بينها وبين كلية الحقوق والاقتصاد بجامعة بالدار البيضاء. أنا أعتقد إن الغرفة بتجدد شبابها بتبني هذه هؤلاء الشباب الحقيقة لإن شاء الله بيكونوا نواة لمجتمع جديد. أنا بحيي الحقيقة المملكة المغربية على ما بتقدمه من تبني لهؤلاء الشباب مستقبل، كل التمنيات.